هنتكلم النهارده عن الترانسكرانيال الترا ساوند للنيونيتس. في ترانسكرانيال دوبلر بيتعمل للادلتس عشان حالات الاسكيميا السيريبرال اسكيميا وكده، ده مش مجاله المحاضره دي. ترانسكرانيال الترا ساوند زيه زي غيره من التكنيكس اللي المفروض ان الريسيرشرز بيعملوها، مطمع لبرانشات تانية كتير، النيوناتولوجي والبيدياتريك والجاينا والاوبس ومش عارف ايه. بس انا عن رايي على الاقل ان الراديولوجيست هو احسن واحد يعمل الفحص ده. ليه؟ لانه الى جانب ان هو اذا كان افيشنت واذا كان عارف كويس، لان هو الى جانب ان هو عارف، لما يكون عارف، لما يكون افيشنت او عارف الانديكيشنز وعارف الكلينيكال داتا بتاعت العين، عارف الجهاز يتعامل مع مشاكل الجهاز ازاي، يوفركم المشاكل بتاع الجهاز. طيب لما نتكلم على تكنيك بتاع اي فحص في الدنيا، اي حاجه في الدنيا، لازم نتكلم على ايه الانديكيشنز. مش معنى يعني هجيب عيان ماشي في الشارع اعمل له فحص معين بدون لازمه، يعني لازم اعرف ليه، امتى اعمله له، وبعد كده ايه الاكويبمنتس اللي انا محتاجها، وبعد كده ايه يعني الويندوز دي خاصه بالالترا ساوند او بالتكنيك اللي احنا بنتكلم عنه، بس ايه الطريقه، ايه التكنيك اللي انا هشتغل بيه. يعني انا خلاص عرفت العيان ده ايه الانديكيشن اللي انا هعمل له الفحص، وعرفت ايه الاجهزه اللي انا محتاجها او ايه الحاجات اللي انا محتاجها، وبعد كده هعمل بقى الفحص ده ازاي. اذا طبقنا الكلام اللي احنا بنقوله ده، يبقى الانديكيشنز اللي احنا هنعمل ترانسكرين الترا ساوند لاي نيت ليها في نمره 1 و2، هم بصراحه مش 1 و2، هم واحد. يعني هم الاثنين المفروض كنت احطهم الاثنين في نفس السطر جنب بعض، مين الاول ومين الثاني الله اعلم يعني، بس هم المفروض الاثنين مهمين زي بعض. هما الاثنين بيكونوا حوالي مثلا 90% من الانديكيشن للتكنيك ده، اللي هما الانتراكرينال هيمرج والهايبرسيك اسكيميك انسلت او انجري. يمكن شويه الهايبرسيك اسكيميك انجري مور كومن، لكن الانتراكرينال هيمرج مور سيريس. فالاثنين هما الاثنين اهم انديكيشن للتكنيك ده. بيجي بعد كده حاجات ثانيه زي كونجيتال برين انوميليز والانتراكرينال انفكشن والبرين تيومرز، ماشي، هي الالترا ساوند بينفع فيها وبيدينا داتا، لكن ما هواش بنفس القوه بتاعه الانديكيشنز الاثنين الاولانيين. طيب حد هيقول لي طب يعني انت بتتكلم انتركرينال هيموريج او سيستميك انجري، دول دايجنوزس يعني، دول اوكي. طب انا هعرف منين ان البيبي ده او النيونيت ده عنده حاجه من دول؟ يعني امتى اشك ان البيبي عنده انتركرينال هيموريج او سيستميك برين هايبرسيستميك انسلت؟ ده البري تيرم انفنت. البري تيرم انفنت دول لايبل اكتر للاثنين، للانتركرينال هيموريج والهايبرسيك اسكيميك انسلت. الديفيكالت ليبر هيبقى برضو لايبل للاثنين، ان بيرث تروما، يعني بيرث تروما ممكن يحصل انجري وهيموريج او ديفيكالت ليبر وبرولونجد ليبر فهيتعرض لهايبوكسيا. كل المستشفيات المحترمه وحتى يعني المستشفيات الميديوم كلاس، يعني اول ما بيتولد البيبي بيعملوا حاجه اسمها ابجر سكور، بيعتمدوا على الريفلكس والحاجات دي. لو لو ابجر سكور يبقى في حاجه، مشكله في البيبي ده، عاوزين يعرفوا هي ايه. ابنورمال ريفلكسز، البيبي ليه سيرتن ريفلكس ابنورمال، ساينز اوف كريز انتركرينال تنشن مثلا، تنس انتير فونتانيل او كده، ليه، ايه اللي جوه مخلي ان في انتركرينال تنشن، وحاجات ثانيه، اي حاجه تشك ان في حاجه نيورولوجيكال او حاجه جوه البرين مأثره على البيبي ده، هي انديكيشن ان انا اعمل ترانسكرينال الترا ساوند. زي ما انتم شايفين ان الانديكيشنز واسعه، يعني انا في الاخر قلت لكم اي حاجه تشكككم ان البيبي ده في حاجه ابنورمال في البرين اعملوا بتاع ده. انا ما اقدرش اقول الكلمه ديت الا عشان في ادفانتج رهيبه، اللي هي اول ادفانتج موجوده، ان التكنيك ده سيف. احنا بنتعامل مع ايه؟ مع نيونيت فيري فالنبل لاي انسلت. لو مش ممكن اعمل له مثلا سي تي، او يعني فيري ليميتد انديكيشن ان انا اعمل له سي تي، عشان اعمل له مثلا 1 اكس راي لازم يبقى في سوليد انديكيشن ان اعمل له اكس راي، لان هعرضه راديشن. البيبي ده يعني فيري ويك ولسه، لكن افرض انا عملت له ترانسكريت الترا ساوند بناء على شك او يعني وطلع نورمال، البيبي ده خسر ايه؟ ناثينج. تاني حاجه انه بيت سايد، العينين دول عاده بيتحط في حضانه، حضن محضن، صعب جدا ان انا انقله من المحضن لحته ثانيه. يعني هتقول لي مثلا ماشي السي تي والاكس راي صعبين ان انا اعملهم للبيبي ده عشان اكسبوجر للراديشن وسنه وكروس، طب ما اعمل له ام ار،
يعني عشان انقله من المكان اللي هو فيه لمكان فيه ام ار، دي مشكله، وهضطر ادخله الام ار من غير ال من غير المحضر اللي فيه، اللي هو نيت الاي سي يو اللي هو موجود فيه، الحضانه اللي هو موجود فيها برضو صعبه. ممكن يكون البيبي ده فيري كريتيكال، مش ممكن انا افصله عن الاكسجين وافصله عن الحاجات اللي هو موجود فيها، فمش عاده مش هعرف اعمله. بعد كده برضو ايه الادفانتج بتاعت الفحص ده، ان انا افرض انا عملت مره واكتشفت ان هو عنده مثلا هيموريج انترفيرين هيموريج او عنده هايبرسبيسيم انسلت، عايز اعمل فولو اب كل يوم كل ساعه، مش ممكن اعملها له مثلا بسي تي او ام ار، لكن انا ممكن اعملها له بالترا ساوند. ان اكسبنسيف، ودي طبعا حاجه نقطه مهمه بالنسبه للبلد يعني في ظروفنا الحاليه والسابقه. واخر حاجه، اخر نقطه دي، واعتقد ان احنا محتاجين نحط تحتها كذا الف خط ريلايبل. هيقول لي حد هيعترض وليه حق في اعتراضه، هيقول لي الالترا ساوند ريلايبل يا دكتور؟ ايوه ريلايبل ان جود اكسبرت هاند. لو انت شخص افيشنت وكويس وبتتقي الله يعني وما بتقلفش في اللي انت بتشوفه، وعارف كويس وتعلم كويس وعندك اكسبيرينس كويسه، هيبقى الفحص ده ريلايبل ويطلع داتا كويسه. زيه زي اي حاله ثانيه، انت مثلا عملت ام ار واديته لواحد ما بيفهمش ام ار عشان يقرا ويكتب تقرير، هكتب لك تقرير تخريب. طيب ادي اول حاجه الانديكيشنز والادفانس بتاع التكنيك. بعد كده ايه الاكويبمنتس اللي انا محتاجها، انا محتاج ايه عشان اعمله؟ محتاج جهاز الترا ساوند بورتابل، يستحسن ان يكون فيه كلر وبلس دوبلر، وفي سبيشال سوفت وير ديديكيتد للترانس كرينيال الترا ساوند، وده متوفر في معظم الاجهزه اللي بقت موجوده دي، يعني الاجهزه القديمه خلاص حاجه ايرا وانتهت يعني. طيب ده الجهاز، غير الجهاز ايه البروب؟ مش عارف انت حد يعني خدت حاجه على الالترا ساوند او بتشتغل الترا ساوند. الالترا ساوند عباره عن جهاز وبروب، ديفرنت بروبس ديفرنت انديكيشنز، كل انديكيشن او كل بارت بعمل له اكزامينشن بيحتاج بروب معين. ايه البروب اللي انا بستخدمه للاطفال ديت؟ طيب قبل ما نجاوب على النقطه دي نقول احنا بنشتغل عاده منين؟ يعني انت اي حد مثلا بيشتغل سونار هيقول ان احنا بنيجي نشتغل مثلا سونار الابدومين، نقول مثلا لما العيان الليفر بتاعه الجزء اللي تحت الريبس بنقول ما بنبقاش عارفين نشوفه كويس، بنخلي العيان ياخد نفس عشان الليفر يديسنت، يبقى احنا مين الانمي الكبير بتاعنا غير الاير يعني جنب الاير؟ البون. طيب فاحنا عايزين حته في راس البيبي ما فيهاش بون، ودي اكتر حته سيظهر في الموضوع ده اللي هي الانتيريور فونتانيل. طيب يبقى مش شرط الانتيريور فونتانيل ده مش ملعب يعني، هو حته صغيره برضو، فاحنا عايزين برو الكونتاكت سيرفيس بتاعه صغير لكن الفيلد واسع. اللي بيدينا الادفانتج ديت اللي هو حاجه بيسموها الفوت برينت او المايكرو كونفكس بروب. بروب الكونتاكت سيرفيس بتاعه صغير لكن الفيلد بتاعه واسع، ده يقدر يكفر البرين كله. وده وعنده فريكونسي ما بين 5 ل 10 ميجا هرتز. طيب انا حاطط لينير وعلامات استفهام، هل ممكن نستخدم البروب اللينير في الاكزامينشن ده؟ ممكن، مش هنعمل بيه الفحص، مش هنعمل بيه الهول اكزامينشن. ليه انديكيشنز معينه في مواقف معينه ان احنا بنبقى عايزين نشوف حاجه سوبرفيشال. افرض بيبي عنده كفال هيماتوما، السكالب بتاعته فيها هيماتوما، اتخبطوا فيها هيماتومة. عايزين نشوفها، عايزين نعمل فولو اب ليها، هل بتزيد هل بتقل؟ نعملها بروب لينير. عيان شاكين في حاجه سوبرفيشال زي مثلا مينينجايتس او هنشوفها ليتر اون، عايزين نشوف السب اركنويد سبيس والفلويد اللي فيه سيريبرو سبينال السي اس اف اللي فيه بحاجه سوبرفيشال. لكن ايه الديسادفانتج بتاعت البروب اللينير؟ اولا الكونتاكت سيرفيس بتاعه واسع فصعب ان انا احطه في الانتيريور فونتانيل. تاني حاجه ان هو قد البروب قد الفيلد، يعني البروب طوله كده يبقى الفيلد هو كده، غير المايكرو كونفكس البروب بيبقى كده لكن الفيلد واسع. عشان كده ما اقدرش اعمل بيه الهول اكزامينشن لاني مش هشوف الا الجزء اللي تحت الانتيريور فونتانيل بس. طيب احنا قلنا ان احنا عايزين حته ما فيهاش بون عشان نقدر نعمل الاكزامينشن ده، اهم حاجه واللي هي المين واللي لازم الفحص يتم من خلالها هي الانتير فونتانيل. طيب هل في حته ثانيه استبدل بيها الانتير فونتانيل ولا استخدمها مع الانتير فونتانيل؟ تفرق الكلمه دي، تفرق. هل الحتت بنسميها سبلمنتال ويندوز هل ديت تو ريبليس الانتير فونتانيل؟ لا غلط، لازم الفحص يتم عن طريق الانتير فونتانيل، لازم نعمل فحص، لكن
سبلمنتال ويندوز ديت بستخدمها. هنقول ليه بستخدمها الى جانب الانتيرو فونتانيل اللي هم ايه البوستيرو فونتانيل والماستويد فورامين والتمبرال ويندو. ده الانتيرو فونتانيل. طبعا اي حد اشتغل سونار بيعرف ان احنا على حسب حطت انت بتحط البروب ازاي بيبقى البلين اللي انت بتشتغل فيه. لو النوب بتاعت البروب لو النوب كده انتيرو بتشتغل ساجيتال، لو النوب محطوطه هنشوفها بعد كده محطوطه ترانزفيرسي يبقى انا بشتغل كورونال. دول السبلمنتال ويندوز اللي ده البوستيريور فونتانيل، وده التمبرال ويندو، وده الماستويد فورامين او الماستويد فيو. هتلاقي البوستيريور فونتانيل معروف ان انت ممكن تحسه، لكن التمبرال بيبقى انت فوق وقدام التريدس بتاع الاير سوري، والماستويد العكس ورا وانفيريور لي. طيب ايه الانديكيشنز بتاعت السبلمنتال ويندوز ديت؟ سلايد غبيه فيها كلام كتير، هي كلمه واحده. ايه مشكله الانتيرو فونتانيل؟ ليه انا محتاج حاجه تسبورت الانتيرو فونتانيل؟ ان هو انتيريور. يبقى انا لما انا عايز اشوف حاجه بوستيريور يبقى لازم استخدم حاجه مع الانتيرو فونتانيل، لان هو الانتيرو فونتانيل بيشوف البوستيريور فص، لكن مش بنفس الوضوح بتاع الانتيرو. فانا كده بستخدم حاجه اوضح، حاجه اقرب للبوستيريور فصة عشان اشوفها كويس. يبقى ايه الحاجات اللي موجوده في البوستيريور فصة؟ السيريبيلم والبرين ستيم. يبقى انا اي حاجه بشك فيها ان في مشكله في السيريبيلم او البرين ستيم بستخدم سبلمنتال ويندوز. هتلاقي بقى كلام كتير ان عندك مثلا ريسبيراتوري او سيركولاتوري ديستربنس في البيبي ده، يبقى حاجه في البرين ستيم. انت عارف طبعا السنترز بتاعت الريسبيريشن والكاردي فاسكولار موجوده في البرين ستيم. يبقى انت لو عندك البيبي ده ديستربد في السيركليشن او في الريسبيريشن يبقى في حاجه في البرين ستيم. لو انت شاكك ان في سيريبيلر هيمرج، لو انت شاكك ان لو انت عندك هيدروكيفالس ومش لاقي سبب، يبقى انت شاكك ان في حاجه ضغط على الفورس فينتركل، يبقى انت دي حاجه في المسير فصة. طيب هنبدا نشوف. عشان نعرف الباثولوجي لازم نعرف الاول ايه النورمال اناتومي. محدش هيقدر يقول لك ان الاوضه فيها حاجه غلط الا لما تكون عارف منظرها الاول من غير الغلط. فانت لازم نعرف المنظر بالاول بالطبيعي عشان لما يجي حاجه زياده عليه باثولوجي نعرفها. طيب لكن احنا عندنا كذا ويندو، فاحنا هناخد اناتومي من كذا ويندو. لكن عندنا البيج بوس والمين ويندو اللي هي ايه الانتيرو فونتانيل، فاحنا هناخد بالتفصيل الانتيرو فونتانيل والسبلمنتال ويندوز دي بناخد منها حاجات اللي تفيدنا بس في الموضوع. طيب احنا قلنا ان احنا بنحط البروب يا اما بنحط النوب بتاعت البروب انتيريور كده، يبقى احنا بنشتغل ساجيتال. يبقى دلوقتي احنا حاطين انتيريور فونتانيل ويندو او فيو ساجيتال بلين. طيب ايه الساجيتال بلينز اللي احنا ممكن نقسم البرين ليها؟ احنا عندنا الميد لاين ده اللي هو البرين رقم 3، وعندنا يمين وشمال. انت هتقابلك البروب يمين وشمال. يمين وشمال عندك 1 و5 دول الموست لاترال، عندك 2 و4 اللي هم مور ميديال، بس مش ميديان مش ميد لاين. هم ميرور ايمج لبعض. فاحنا كل اللي احنا عايزين نعرفه الثلاثه دول، لان دول الاثنين التانيين دول زيهم بالظبط. طيب ده الميد ساجيتال بلين، في ارقام كتير وحاجات كتير. طيب ايه الاستراكشر؟ او انا عن نفسي لما بحب اعمل حتى لو عملت سونار وعملت اي حاجه، كل حاجه لازم تلاقي في الايمج ده حاجه كي تشوفه، بعدين تدور على كل حاجه حواليه، يعني تريليت كل الاستراكشر الثانيه حواليه. ايه اللي احنا بندور عليه في الثلاثي الالترا ساوند؟ الميه. اي حاجه فيها ميه. ايه اللي فيه ميه في البرين؟ الفنتريكلز. طيب الميه كلنا عارفين انها بتبان ايه؟ انيكويك سودا. يعني يبقى احنا ندور كده كده كده، ده الايه اللي في الميد لاين بيبقى اسود او فيه ميه ثيرد فنتريكل. يبقى خلاص، يبقى احنا شفنا الاستراكشر ده الثيرد فنتريكل. جميل، استراكشر انيكويك اهو في الميد لاين، ده الثيرد فنتريكل. هنبدا نشوف كل حاجه حواليه. حاجه استراكشر لروسترام وجينو وبادي وسبلينيوم، لو حد شافه في الساجيتال مثلا بتاع ام ار اي حد، ده ايه؟ وفوق السيرد فنتركل ده الكوربس كالوزم. طيب في سالكاس فوق او سالكاس فوق الكوربس كالوزم اللي هو ايه؟ سنجوليت سالكاس. طيب ورا السيرد فنتركل بيبقى موجود ايه؟ السلامس.
ده السيرد فنتريكل اللي وراه الجزء ده السلة مثلا. طيب لو احنا نزلنا لتحت تحت السيرد فنتريكل يبقى احنا دخلنا في الجزء بتاع البوستيريور فوسا. البوستيريور فوسا متكونه من ايه؟ حاجه قدام وحاجه ورا وبينهم ميه برضه. الحاجه اللي قدام هي برين ستيم والحاجه اللي ورا اللي هي السيربيلم. لكن احنا هنا في الميد لاين، ايه اللي في السيربيلم في الميد لاين؟ فيربس. السيربيلم عباره عن تو سيربيلر هيمسفيرز وان فيربس. يبقى احنا اللي شايفينه ورا ده ده سيربيلر فيرمس. هتعرف منين السيربيلم من البرين ستيم؟ السيربيلم نورمال، النورمال ايكوجينيستي بتاعته في الترانسكريان الترا ساوند ان هو هايبر ايكويك عن بقيه البرين. يعني هنا مش باينه قوي بس هتبان، هتلاقي تحس ان هو ايكوجينيك شويه، ابيض شويه من بقيه البرين. شايف البرين برينت ما هنا، وبص هنا السيربيلر فيرمس شكله ابيض شويه، هتبان في صور ثانيه احسن من كده. قدامه البرين ستيم اي اني ليفل بقى البونز ومش عارف المظله، مش دي القضيه. وبينهم ده بيبقى الفورس فينتريكل. يبقى احنا كده الميد ساجيتال بلين ثرو الانتيريو فونتانيل كويس. نقابلك شويه لاترال سواء يمين او شمال، ندور على ايه؟ على الميه. ايه الميه اللي هنا؟ اللاترال فينتريكل اهي، ده اللاترال فينتريكل. طيب اللاترال فينتريكل كلنا عارفين مثلا من سي تي او الام ار او اي حاجه حد شافها قبل كده، ليه بروجكشنز كده، في حاجه اسمها فرونتال هورن، وفي حاجه اسمها اوكسيبتال هورن، وفي حاجه اسمها تمبرال هورن. يبقى انت عايز تعرف انهي لوب. انت مثلا لقيت سي بعد كده لقيت هيموريدج في الحته ديت، انت عايز تعرف انت في اي حته، توصفه وتقول ان انا في هيموريدج في الفرونتال، هو في الفرونتال لوب سوري، او تمبرال او في البرايتال. لازم تعرف هو فين يعني فين اللوبس دي من بعضها. استخدم البروجكشن بتاعت اللاترال فينتريكل. يبقى انت الموست انتيرير بارت بتاع اللاترال فينتريكل ده الفرونتال هورن بتاعه، يبقى اللي ريليتد ليه ده الفرونتال لوب. البادي بتاع اللاترال فينتريكل ايه ريليتد ليه من البرين بارينكما؟ البرايتال لوب. ده اللي هو بروجكتنج بوستيريورلي، ده الاوكسيبيتال، الاوكسيبيتال هورن بتاع اللاترال فينتريكل ريليتد للاوكسيبيتال لوب. وبعدين هنا يمكن مش باين قوي حته صغيره لما بيبقى صغير، التمبرال هورن بتاع اللاترال فينتريكل يبقى ريليتد ليه التمبرال لوب. طيب يبقى ده فرونتال لوب، برايتال لوب، اوكسيبيتال لوب، وتمبرال لوب. تحت تحت الاوكسيبيتال والتمبرال ده الجزء بتاع ايه؟ البوستير فوسا. نزلنا تحت، احنا هنا لاترال ما بقيناش في الميد لاين. يبقى احنا لما نشوف جزء من السيربيلم يبقى ايه؟ سيربيلم هيمسفير مش الفيرمز. الجزء اللي تحت اللاترال فينتريكل على طول بيبقى عباره عن ايه؟ الحته بتاعت البيزل جانجل اللي هي السلامس والكوديت نيوكليا. يبقى واللي بوستيرير فيها السلامس واللي قدام الكوديت. نعم؟ لا سيب الارقام دي ما تطلعش. طيب الموست لاترال، لو قابلت مور لاترال سواء يمين او شمال هنحتاس، مفيش ميه، خلاص احنا خلصنا الفنتريكل. بس برضو ربنا مش هيسيبنا كده، يعني هيساعدنا بحاجه ثانيه. في حاجه طالعه كده وعامله دي منظر السلكاي، السلكاي بتاع البرين. لكن هنا ده حاجه كذا يعني طالعه وبعد كذا سلكه طالعين. ده ايه؟ سيلفيان فيشر. سيلفيان فيشر اللي قدامه ده الفرونتال لوب، واللي فوقيه ده البرايتال. يعني قدام هنا تبقى الفرونتال، فوق هنا البرايتال، بوستيريورلي الاوكسيبيتال، وتحته التمبرال. يبقى ده في الموست لاترال ساجيتال بلين ثرو الانتيريور فونتانيل. يبقى انت مش شايف ميه، هنعرف احنا فين منين؟ هتلاقي سيلفيان فيشر. وده برضه ليه اهميه ان احنا نلاقي سيلفيان فيشر، ان ايه انهي البرانشات انهي ارتري بتبقى في سيلفيان فيشر من السريبرال. واحنا هنشوف دلوقتي ان احنا برضه احنا عنوان المحاضره فيها الترا ساوند اند دوبلر. طيب يبقى ده برضه نقدر نستخدم البلين ده ان احنا نشوف البرانشات دي الميدل سريبرال ونقيس عليها القياسات اللي احنا هنتكلم عليها بعدين. طيب الجزء من البرين، حد يقول لي 37 دي ايه؟ دي الانسولا. الجزء من البرين كما اراوند البرانشز بتاعت السيلفيان فيشر دي حاجه بنسميها الانسولا، مش مهمه. طيب يبقى احنا كده عملنا الساجيتال اناتومي نورمال، ساجيتال اناتومي ثرو الانتيريور فونتانيل. يبقى ايه الوضع الثاني اللي احنا ممكن نستخدم فيه الانتيريور فونتانيل؟ ان احنا نحط البروب كده، يبقى احنا والنوب المفروض تبقى ناحيه الرايت هاند بتاع البيشنت بتاع البيبي. يبقى احنا بنعمل هنا اني بلين كورونال بلين. كورونال ده هنسويب او هنابلت البروب من انتيريور تو بوستيريور. طيب ده الموست انتيريور،
مفيش ميه. لكن احنا انتيريور، يبقى احنا فين؟ في الفرنتال لوب. طيب ايه ده نمره 3 ده؟ انتوا بتركزوا في الارقام. ده كرينيال بون. اي كرينيال بون؟ يبقى ايه اللي تحتها نمره 4 ده؟ الاوربت. ليه بقى انا بقول كده؟ وطبعا واحد ده الانتر هيمسفيريك فيشر، واثنين ده الفرنتال لوب، ده الليفت وده الرايت. احنا رجعنا لورا شويه. طيب ايه ده؟ بون، سكال بون. ايه بقى اللي فوقيه ده؟ التمبرال لوب. الاوربت تحت السكال بون، لكن التمبرال لوب فوق السكال بون، لكن هما الاثنين شبه بعض شويه. انت لو بصيت كده المنظر قريب من بعضه. الفيصل عندك انت فوق البون ولا تحت البون يعني؟ ماشي. برضه احنا هنا لو ركزت شويه مش باينه، هو فينا الفرنتال هورن بتاع اللاتر فينل، بس هم صغيرين يعني في البيبي ده كلابس، بس هي انت برضه لسه انتيريور، يبقى هم الريليتد ليها ده الفرنتال لوب، هنا ده التمبرال لوب. بدا يبان هنا سيلفيان فيشر، يبقى اللي فوق سيلفيان فيشر هيبدا يظهر البرايتال لوب، ودي برضه المنطقه بتاع البيزل جانجليا الكوديت نيوكلياس وبقيه البيزل جانجليا. طيب مور بوستيريور برضه لسه ستيل، احنا لسه هنا في الفرنتال هورز بتوع اللاترال فنتريكلز، وفي هنا استراكشر تاني بدا يظهر في الميد لاين، ايه؟ سيرد فنتريكل. احنا كنا قبل كده قلنا فوق السيرد فنتريكل، فاكرين في السيتال الاستراكشر اللي ليه روسترام وجينو باري كورباس كالوزا، يبقى نمره 10 ده كورباس كالوزا، بدليل ان انت لو بصيت للانتر هيمسفيريك فيشر مش معدي بالكورباس كالوزا، لان الكورباس كالوزا كونكتد ما بين الناحيتين، وده السيرد فينتر. ماشي. وده برضو ايه؟ التمبرال لوب نمره 8. نرجع مور بوستيريور، بدا يظهر حاجه ثانيه. احنا بنقول دور على الميه، ماشي، بس هل دي ميه؟ لا، دي مش ميه، دي حاجه اكوجينيك، حاجه هايبر ايكويك، جوه مكان المفروض ان احنا متوقعين ان احنا نلاقي البادي بتاع انت بترجع من ورا من قدام لورا، فانت متوقع ان ده البادي. في حاجه اسمها جوه الفيديو اسمها ايه غير الميه؟ كروز بريكسس ديت هايبر ايكويك. طيب كروز بريكسس موجوده جوه كل اللاتر فيديو؟ لا، الفرنتال هول ما فيهوش كروز بريكسس. دي نقطه مهمه وهرجع لها بعدين، بس لازم تبقوا عارفين ان الفرنتال هول بتاع اللاتر فيديو ما فيهوش كروز بريكسس. يبقى اي حاجه هايبر ايكويك جوه فرنتال هول لاتر فيديو حاجه باثولوجي مش نورمال انتمي. يبقى انا لما بدات اشوف حاجه ايكوجينيك هنا، يبقى ده بدات في البادي بتاع اللاتر فيديو مش الفرنتال هول. يبقى انا ريليتد ليا ده ايه؟ مش الفرنتال لوب، ده البرايتال لوب. انا رجعت ورا على الفرنتال. ونفس الكريستا ده لسه هنا برضه التمبرال لوب. بدات هنا اشوف هنا الجزء بتاع البرين ستيم. وهنا دي بس طبعا ما بتبقاش باينه، هي طبعا فيري سمول وما بتبانش غير الاكودكت ده كونكت السيرد فينتكل بالفورس فينتكل، بس يعني هي انا كنت كده هي مكانها كده، بس انت عمرك ما تدور عليها يعني مش حد بيشوفها يعني بالالترا ساوند يعني. مور بوستيريور بدات اشوف بقى الكورود بريكسس كله، يبقى ده برضو البادي بتاع اللاترال فينتكل اهو. طيب حد هيقول لي او ليتر او خليها بعد كده احسن، هتقول لي ما ممكن يكون الايكوجينيك ده حاجه بصرش مش حاجه، بس ربنا يعني او عاده 99.9% عاده ما فيش باثولوجي دي بايلاتر سيميتر كان ماشي هيموجينس ماشي زي بعض. خلينا بس بعد كده لما نشوف الهيمرج ونشوف ازاي نفرق بين ده كرود بريكسس ولا هيمرج انترافنتريكولار. طيب يبقى المنظر ده دول الكرود بريكسس اللي جوه البول التو لاترال فينتريكلز اللي ريليتد ليهم، ده البرايتال لوب اللي تحت ده التمبرال لوب. لو انت بصيت هنا ايه الاستراكشر ده؟ قبل ما تقول الاستراكشر ده الاوكسجينيست بتاعته بالنسبه لبقيه البرين برينجما شكلها ايه؟ هايبر ايكوك شويه. يبقى ده السيريبيلم اللي نورمالي هايبر ايكوك عن بقيه البرين اللي هو السيريبيلم، لكن احنا هنا في الكورونال، الكورونال بيبان الاثنين اللي في السنترال ده الفيرمس ولا على الجنبين دول؟ الهيمسفير. ولو ايه؟ بس هو نورمال ابيرنس بتاعه هايبر ايكوك. ايه الاستراكشر بقى اللي موجود؟ ما اعرفش. طب انت لو بصيت هنا
تلاقي شكل السربيلم ايه ده، شكل ايه ده، يعني ان هو اللي واقف كده عامل زي ايه، تنت خيمه، دي ايه التنتوريا سيربيلم ايه، اه ده اللي هي سيباريت اللي بيصير فوسه من بقيه البرين. مور بوستير مش هنلاقي ميه، مش هنلاقي ده، بس هنبقى عارفين ان ورا برايت اللوب بقينا هنا ده الجزء بتاع الاكسبت اللوب. شايف الاكسبت اللوب في السرول انتيرو فونتانيل مش باين قوي، يعني انت لو في باسنجر موجود فيه مش هتبقى شايفه ماشي. دول التو بليز اللي انا اقدر اشوفهم سرول انتيرو فونتانيل. نروح لمين تاني؟ البوستير فونتانيل ده، سوري انا حاطين البروب كده، يبقى النوب ناحيه اليمين البيشنت، يبقى ده هنعمل انهي بلين؟ كورونال بلين. طيب ادا كورونال بلين، معلش هو الحاله مش نورمال قوي يعني، سبت الهورنز دول دايليتد يعني، سوري ما يعني ده. ماشي ايه المنظر ده؟ تنتوريا، وده يبقى اللي تحتيه سيريبيلم. شايفين انه اوضح ازاي ان السرور بيصير فونتانيل على الانتير فونتانيل؟ انا ليه بعمل بيصير فونتانيل؟ عشان عايز اشوف حاجه في بيصير فرصه. والاوبسيبيتال لوب اهو اللي هو الريد الاوبسيبيتال هورن بتوع اللاترال فنتريل برضو اوضح، لو في هيموريج لو في حاجه هتبان. لا الصوره دي محطوطه غلط، معلش النوب المفروض تبقى انتيريور، النوب تبقى انتيريور مش الجنب ده، عشان السيرتال فيو ثرو بوستيريور فونتانيل مش النوب تو ذا رايت، لا النوب انتيريور. ايه المنظر بقى العجيب ده؟ لما تحتاس دور على الميه، ده شكل ايه؟ شكل غريب كده بس ده ميه ماشي. ده اني كويل، ده عباره عن ايه؟ اللاترال فينتري. ايه بقى اللاترال فينتري؟ الجزء اللي قدام ده اللي مش باين قوي ده البادي، ولو قدام شويه يبقى الفرنتال هورن، لان انا عشان انا سرول بوستيريور فونتانيل انا مش شايفه كويس ومش عايز ادور عليه ومش عايز ادور عليه ومش عايز اشوفه كويس، انا شفته كويس عن طريق الانتيريور فونتانيل، انا عايز ادور على الجزء البوستيريور اللي هو ده. ده الاوكسيبيتال هورن وريليت ليه ده الاوكسيبيتال لوب، وده التمبرال هورن وريليت ليه ده التمبرال لوب. في الكورونال النوب تو ذا رايت، السيكل النوب انتير، انا قلت معاك الصوره دي اسف غلط، النوب المفروض يبقى انتير. النوب انتير. لا سجلتها. ايه؟ سجلتها. سجلتها يبقى النوب انتير. انا قلت انا قلت انا اسف. انا اللي كتبتها. ده ايه؟ سجلتها. يبقى انا النوب انتير. طيب التمبرال ويندو، التمبرال ويندو ده ظريف جدا، ليه؟ هو اكتر واحد، هو برضه الماستويد فيو ده برضه بيديني نفس المنظر ده، بس هو بيدوني احسن. التمبرال ويند ليه؟ او التمبرال ويند ده ثرو ايه؟ يعني بحط البروك ايه الجزء ده، ايه الحته اللي انا داخل منها؟ لا لا احنا عندنا سكال بون، يعني احنا انتير فونتانيل ثرو انتير فونتانيل ثرو انتير فونتانيل، الماستويد فيو برضه ثرو الماستويد فورورد. التمبرال ويندو ده ثرو ايه؟ سند بول، سكويمس بارت اوف تمبرال بول، لانها في الاطفال في الناس دي بتبقى فيري سند، لان مفيش بول، فانت عارف تشوف منها كويس، عشان كده استخدموا القصه دي. بتدينا ايه بقى التمبرال دي؟ حلو، انا نفسي بحبها قوي، بتدينا اكزيال فيو للبرين، وده يعني احنا كلنا متعودين لما نشوف سي تي اكزيال، اكزيال ده احنا حابينه وعارفين الاكزيال بتاعه كويس وسهل. فده الاريزال فيو بتاع البرين. سكويمس بارت اوف تمبرال بون، سكويمس، لا انت شفت هنا غلط، هي هنا انتيريور وفوق، سكويمس بارت اوف انتيريور تريجس وفوقها، دي سكويمس بارت اوف تمبرال بون، في الاطفال بتبقى فيري سيم. طيب ده الاريزال فيو اللي احنا بنشوفه ثرو التمبرال ويندو. ده ايه؟ طبعا زمان يقول لك ده شبه الشورت، ده الميد برين، الجزء اللي وراه ده السيريبيلم، ده الانتر هيمسفيريك فيشر، السيركلوفيلس بتبقى هنا، بتبقى في الجزء بنسميه انتر بدانكلر ستيرن اللي هي بيبقى فيه السيركلوفيلس. طيب ايه بقى اهميه ده؟
ان انا لما احب انا قلت ان انا ممكن اجيب البرانشات دي من السيريبرال ارتري عن طريق الموست لاترال فيو من السيكال بلين بتاع الانتيريور فونتينيز، لكن ده على فيو صعب، يعني اجيب موست لاترال واجيب البرانشات ده صعب. طب ما انا اجيب الاجيال بتاع التمبرال ويندو وهشوف هنا الميل سيريبرال وهو طالع في اوله، يعني وبيبقى يعني سايزابل وحاجه محترمه اقدر اشتغل. بالظبط ماشي. انا هنا حاطط البروب، افرض مثلا انا حاطط البروب على الناحيه اليمين بتاعه البيشنت ده انا بعمل اكزامينشن ليه؟ للناحيه الشمال. ليه احنا قلنا ان البروب اللي انا بستخدمه اللي هو المايكرو كونفكس الكونتاكت سيرفيس بتاعه صغير، الفيلد بيوسع مع المسافه، يبقى الفيلد في النير بارت اللي انا حاطط عليه البروب ضيق، انا مش شايفه كويس. يعني انت شايف انا شايف هنا البرين برينكولا تقريبا كلها، لكن هنا انا مش شايف جزء بسيط. يبقى انا لما احب اعمل اكزامينشن للليفت سايد بتاع البيبي هحط البروب رايت، وبعدين لازم اقلب واحط البروب ليفت عشان اشوف الرايت. ما بعملش الاكزامينشن للناحيتين مره واحده. لو انا ادكت البروب تحت شويه، وده الفايده ان انا دي بقى هنا ايه، ده التمبرال لوب والاوكسيبيتال لوب بيبقوا باينين، وده البرين ستيم وراس سيريبيلم، كل ده بتاع الناحيه او باين اكتر من الناحيه الاوبزيت. لو انا بقى انا حاطط على اليمين اللي شايفه كويس الشمال، مش هعلق على حاجه هنا، عشان اعلق على حاجه هنا لازم اقلب البروب واحطه هنا عشان اشوف هنا كويس. طيب ناقص اخر حاجه اللي المصري قلنا، انا عارف الجزء بتاع النورمال ده من اغلس الحاجات والناس كلها بتكرهني فيها. طيب المصري ويندو بنعمل فيه حاجتين برضو، كرونال واجزل بلين. ده كرونال بلين بتاعه، ده جزء ايه الهايبر اكورد، ده السيريبيلم، ده الفيرمس، ودول التو هيمسفير، وقدامه البرين ستيم. شايفين ان هو باين كويس السيريبيلم ازاي؟ لو في اي يمر في اي حاجه تبقى واضحه. والترانسفيرس فيو بتاعه اهو، ده شبه انهي؟ شبه التمبرال ويندو لو انا ادلكت شويه بوستير شويه انتيريور. سوري فاكرين؟ يعني لسه شايفينه حاجه؟ مش ده البلين ده اللي هو الاكزيال بلين ثرو التمبرال ويندو مع انفيريور انكلينيشن، هو شبه قوي الماستويد فيو او الفيو ثرو التمبرال هورن قدام والاوكسيبيتال التمبرال لوب سوري قدام والاوكسيبيتال لوب ورا، وده السيريبيلم. وبرده نفس الحكايه في الماستويد فيو، ان انا لازم اعمل انيميشن من ناحيتين. ماشي كده كويس ان احنا خلصنا الاناتومي. ارجو ان تكونوش يعني ضيعت مني في البروسيس. لو حد عايز يسال على حاجه مثلا، هي دي جزء عارف ان هو اصعب حته في الموضوع وغلسه شويه. لو في حد عايزني اعيد حاجه اقول حاجه او شكرا تروحوا. طيب اخر حاجه بس هنقولها في النورمال اناتومي، هل لو انت احنا قلنا بتدي انفيجن بري تيرم انفانت، بري تيرم ده ممكن الطفل برضه عنده 20 اسبوع جستيشن ايدج 20 اسبوع، ممكن فول تيرم 40 اسبوع. هل البرين بتاع البري تيرم اللي عنده 20 اسبوع اتولد وهو عنده 20 اسبوع هو نفس البرين بتاع الفول تيرم اللي اتولد في 40 اسبوع؟ لا، في حاجه اسمها ماتوريشنال تشينجز. ايه اللي يهمنا منها؟ وهقول لكم برضه ليه يهمنا الموضوع ده؟ ايه الفرق بين ده وده؟ الاثنين دول نورمال. واحد ريتيرم مين اللي هو ده، وفي واحد فول تيرم اللي هو ده. السلكاي دي بتديفلوب باي ايه؟ فانت انا شايف البرين كله ممسوح ما فيهوش سلكاي خالص، هل هقول ده ابنورمال؟ ايه الابنورمال اللي ممكن تعمل كده؟ لو البرين قديمه تست، لو البرين قديمه بتتقفل السلكاي اسكيميا ديفيوز اسكيميا، البرين بيبقى ديفيوز بيقفل السلكاي بيبان كده. هل انا خلاص هرش اول ما اشوف المنظر ده واقول يا ده عنده ديفيوز اسكيميا الحقوه؟ لا، بص في التذكره بتاعت البيبي، بص في الفايل بتاع البيبي ده عنده قد ايه؟ هل هو نورمال اساسا كان عنده سلكاي ولا لا؟ طيب احنا اخر جزء اللي هو الدوبلر، الدوبلر
اثنين ارجنت بس اللي موجودين عندنا اللي هنشتغل عليهم، الانتيريور سيريبرال والميدل سيريبرال. الانتيريور سيريبرال بيجيبوا منين؟ معلش انا ما قلتهاش بروستر، الميد سالتال جلين ثرو الانتيريور فونتانيل، عشان احنا شفنا الكروبس كالوزم، وهو الانتيريور سيريبرال بيلف حوالين الكروبس كالوزم. فدي جزء سهل جدا الناس اجيبه في الجزء ده. ايوه فوق الكروبس كالوزم، فوق سيمبل. والميدل سيريبرال قلنا بنجيبه منين؟ احسن طريقه تمبرال ويندو. لا دي مش احسن طريقه. انا لما اقول لك سؤال مثلا هتلاقي في كويزات كده في الاخر في اخر المحاضره ديت، اقول لك اقول لك ذا بيست غير ذلك، هل ممكن ان انا اعملها عن طريق ممكن اعملها عن طريق المصري ده، لكن احسن طريقه تمبرال ويندو. شايف بيبقى سايزابل ازاي ومحترم وباين. نعم بروب مانوال، البروب مانوال، البروب سوبرفيشال. لا ده سوبرفيشال، ده مايكرو كونتكس اهو. بص بصي سوبرفيشال، السوبرفيشال بتلاقي الفيلد بتاعه حاجه مستطيله لان هو ما فيهوش ده مايكرو كونتكس. ايه كونتكس ايه كونتكس بروب. اي ما هو نفس هو الكونفكس ده احنا بنقول عليه مايك كونفكس لان هو سمول قوي. هو مايك كونفكس هو الكونفكس بتاع هو نفسه الكونفكس بتاع الابدون، بس فرق ان احنا صغروا الكونتاكت سيت بتاعه عشان ينفع يفيت لل لا من 5 ل 10 ده البروب بتاع الابدون. من 5 ل 10 الاجهزه الجديده كلها البروب بتاع الابدون اللي انت بتشتغل بيه ابدون ده من 5 ل 10 دلوقتي. ايه؟ لا يعني بلا ايه بقى ما انت ايه؟ ايوه في بتاع الكارديو. بص بقى النقطة دي مش عايز اقولها، النقطة دي الكلام ده مش ساينتفك يعني، بس كلام براكتيكال، كلام بتاع الشغل. انت في مكان طلبوا منك انت لازم بقى، وحد وقف قدامك كبير المستشفى قال لك وقف ده، لا هنعمل البيبي ده تراس فيها اكتر صح. ما عندكش بروب مايك كونفكس. هنشتغل بايه؟ بروب الايكو. يمشي. ايه ما عندكش بروب ايه؟ لا اللينير مش هعرف اعمل بيه فحص كامل، مش هشوف، هشوف الجزء اللي تحت الانتيك فونتانيل بس عنده هيمرج في حته بعيد، اقول البيبي ده في ايه وعنده هيمرج عملت مصيبه. لا ايه تاني؟ انهي بروب تاني؟ لا لا ابدا كبير جدا ما ينفعش احطه في الانتيك فونتانيل. ترانس اندوتابيتال، وانا اشتغلت بالاندوتابيتال. الاندوتابيتال ده هو المايك كونفكس. عيبه الوحيد ايه؟ ان البروب طويل. عشان تكنترول البروب بتبقى انت متعزز يعني، لكن هو يحمل كل صفات المايكرو كونتاكت سيرف الصغير، انجل واسعه جدا. طيب احنا جبنا الانتيريور سيريبرال والميدل سيريبرال، جبنا الويف مش عارف انتوا حد قال لك الويف بتاع السيريبرال سواء الانتيريور سيريبرال او الميدل سيريبرال. ايه النورمال ويف بتاعه النيونيت؟ ايه المهم في القياسات دي كلها؟ سيبك من كل ده في الاخر. الريزستيف اندكس 0.81 نورمالي. الريزستيف اندكس بتاعك اي سواء الانتير او السريبرال ارتري في النيونيت اكتر من 0.7 اكتر من 0.7 اكتر من 0.7. معلش انا بكررها لان في ناس كتير قوي بتلخبط وبتقول ازاي ده البرين حاجه فالنربل او حاجه المفروض تبقى يعني رايح لها دم كبير فلو تبقى لو فلو لو ريزستنت فلو. لا 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 في الاوبستريك وفي التراس دي الترا ساوند النورمال ريزستنت اند بتاع السريبرال فيسل بتاع الانفنت او البيبي اكتر من 0.7. بس في حاجه مهمه هي فيها لو دايستوريك فلو بس موجود، ما يبقاش ابسنت دايستوريك فلو. ماشي الحمد لله خلصنا النورمال ادي، ندخل في الباثولوجيا. دي احنا قلنا اهم انديكيشنز الاثنين انتربرين هيموريدج والهايبوكس اسكيميك انسلت او انتفالوباسي. هنبدا بالمور سيريس اللي هو الانتراكرينيال هيموريدج. زي اي حاجه في الطب بيقعدوا يقسموها جريدنج. ليه بيقسموها؟ عشان يبقى في لغه مشتركه بينك وبين الكلينيشن. لما تقول له جريد 1 يبقى عارف ايه، جريد 2. وتاني حاجه يبقى في لغه مشتركه بينك وبين زميلك. انت عملت الطفل وسافرت ودي واحد زميلك تاني بيعمل فولو اب لنفس الطفل عايزين يعرفوا الطفل ده بيتحسن ولا بيسوق. هنقعد بقى انا اقول جريد 1 وانت تقول جريد 10 لا لازم يبقى لنا ده.
قبل ما اي حد يقولها انا هعترف. الجريدنج بتاع الاثنين انت كرين الهيموريدج والهايبوكس سيستميك انكفالوباسي في الاطفال في ميني جريدنج سيستم اكتر من واحد. اللي انا جايبه ده مش الوحيد وهتلاقوا حالات مختلفه عنه. ايه الحل؟ ايه الحل؟ مفيش حاجه اسمها صح وغلط، كلهم صح، لكن بشرط ان احنا نبقى متفقين احنا بنتكلم تبع انهي جريد. احسن طريقه وشفت ناس كتير بتعملها، حط الجريدنج ده على ظهر التقرير بتاعته واطبعه. انا قلت جريد 1 على اساس الجريدنج ده ماشي، يبقى انت لو عايز تفول اب فول اب على الجريدنج ده، على الجريدنج سيستم ده. جميل. جريد 1 بيحصل جيرمينال ماتريكس هيموريدج ويز اور اور وذاوت اور ويز مينيمال انترفيرال هيموريدج. مينيمال يعني ايه؟ مينيمال دي برضه كلمه عايمه. لا، قال لك يعني ماني اقل من 10% من اللاترال فيت. جميل. يبقى فيها جيرمينال ماتريكس هيموريدج معاه او معاهوش انترفيرال هيموريدج، بس بشرط لو معاه انترفيرال هيموريدج يكون اقل من 10% من السايز بتاع الفيت. جريد 2 تبقى من 10 ل 50، جريد 3 تبقى اكتر من 50 والفنتريل باي ديستند. طيب فين بقى حد سالني فين بقى جيرمينال ماتريكس ديت اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها؟ ده الفرونتال هورن بتوع اللاترال فنتري، الجزء اللايننج بتاع اللاترال فنتري ده بيسموه الجيرمينال ماتريكس. دي ليه هي اللي بيبدا فيها الهيمورج؟ لانها منطقه فيري ماسكلر والفيسز اللي فيها فيري ويك وول. الوول بتاعها فيري ويك، هي دي اللي بيبدا فيها الهيمورج. طيب حد هيقول لي جريد 1 ده حاجه هلاميه، يعني انا واحد يقول لي انا شايف الاثنين يعني قريبين من بعض، الكلينستي هنا سايح عاليه شويه لكن ما هنا برضه في حته ايكولوجيه، هما بيلاترال خلي بالك بيلاترال. لكن خليك استخدم كل الساينز اللي عندك في ايدك. عندك اثنين فرنتال هورنز بلاترال بيلت، ليه واحد منهم ضيق وواحد واسع؟ ليه اسيمتريك؟ عشان في حاجه ضغط على الثاني، حاجه ضغط اكتر. هما الاثنين على فكره فيهم هيموريدج، هي فيها بايلاترال جيرمال ماتريكس هيموريدج، لكن هنا كان الهيموريدج قليل هنا اكتر، فهنا الاكتر عمل بوست ماس افكت ضغط على ده. بص هقول لك حاجه براكتيكال، احنا عاده يعني صعب ان احنا الجلسس عامل لو الجهاز مش حلو قوي ومش عارف ايه بتبقى شايف هل ده الكوجينيك ده نورمال ولا ده فيه هيموريدج وحاجه عكس يعني. لكن بص للفنتري اسيمتريكال، الحته اللي انا شايفها الكوجينيك اللاتر فنتري اللي جنبيها مقفول شويه عن الثاني، حاجه سبورت الدايجنوز. دي برضو حاله ثانيه نفس القصه، برضو هنا في بايلاترال، هنا اكتر شويه ضغط شويه على اللاترال فنتري، ده بقى ايه اضيق من ده، وهنا في بايلاترال برضو جريد 1 انتراكرينال هيموريدج. ده جريد 3 ليه؟ هنا جريد 3 اكتر من 50% من مساحه ال معلش انا ما قلتش صوره جريد 2، بس هي جريد 3 انا هتصور لها ضيقه مثلا 10 50% هتبقى جريد 2. برضو دي جريد 3 بدأ كمان في جريد 3 ان يبدا ان الهيمرج خرج بره الفنتري، ده بقى في البرين برينكما اللي حوالين الفنتري مش في الجيرمينال ماتريكس. الجيرمينال ماتريكس هنا اهي، لكن ده مش جيرمينال ماتريكس، مش ده مش لايننج بتاع فنتري يعني. ده برضو جريد 3. طيب ايه الفيت بتاع الهيموريدج؟ يعني بيبي هو عاده عشان بس نبقى واقعيين، عاده الاطفال اللي بيجيلهم انتركرينال هيموريدج انتركرينال انتر سيبرال اللي هو مش الاكسترا ديورا ولا السب ديورا، عاده بيبقى البروجنوز باد فيري باد. افرض الحمد لله ما ماتش وانت بتعمله في العصر، انت بتوقع ايه بعدها هيحصل في الهيموريدج ده؟ في المنطقه في الهيموريدج ده هيحصل ايه؟ ديسفكشن، هيحصل انتفاله ماليشيا مكان الهيمورج بنسميها بورنت فريك سيست. بورنت فريك سيست دي سيست مكان اي انسر، يعني اسكيميك انسر الاند ريزلت بتاعته هيحصل سيست او انتفال مريشن مكانها نسميها بورنت فريك سيست. يبقى ده كان هيمورج ومع الوقت تحول لايه؟ انتفال مريشن او سيست ستراكشر كده، ده البورنت فريك سيست. طيب احنا قلنا ان في حاله انا بضرب بصير فوسط هيمورج، معلش هي الصوره مش واضحه قوي بس ماشي. انا عارف ان السيربيلم هايبر ايكورد، لكن قال انت شفت في النورمال اناتومي اللي احنا شفناها قبل كده هايبر ايكورد بالشكل ده واكستندن كده ومش عارف ايه، لا اعلى وفي السي تي باينه اهي. طيب هل الانترا سيربرال هيموريدج
هو الانترا فيتريتال هم التايبس الوحيده اللي ممكن اقابلها في عيان في بيبي في نينيت. لا ممكن البيرس تروما ممرضه شاطره اول ما خدت البيبي اول ما اتولد وجع من ايدها وراحت لمدته بسرعه وشريته وخلاص ومحدش بيحصل له ايه سب ديورال او اكسترا ديورال هيموجين. ده الانديكيشن بتاعه اللينير برو. انا عايز اشوف حاجه بره البرين اهي في هو ده ليه هيموريج اللي هيموريج بدا خلاص يبقى فلويد اكتر منه. هو اوله في الاول خالص هيبقى هايبر ايكوي ليتر اون هيبقى زي فلويد. طيب انت هتقول لي افرض ده هايبر ايكوي هقدر افرقه بينه وبين برين برينكما؟ هرجع واقول لك تاني استخدم كل حاجه ممكنه. ايه ده ليه فينتريكل ده مزقوق مضغوط والتاني كويس؟ في حاجه هنا ضغطت عليه ماسك الناحيه الثانيه كو كاونتر كو خبط بيتخبط هنا وهنا فاحنا بس هنا ازيد فعشان كده بس الفكره من هنا اكتر من الناحيه الثانيه. عشان كده انت لما تشوف باثولوجي مش بيبي بس في اي حاجه يعني ما تفرحش ان انت شفت باثولوجي وتسجل لان ممكن يكون كذا باثولوجي في نفس البيشنت كويس ما انت خدت بالك. دي برضه بايلاترال سب ديورال هيموريدج برضه بس برضه ليت الكوفايل وعددنا بيحصل ليه يعني بيكتشف ليه لان عددنا الممرضه مش هتقول يعني على فكره دي مواقف كتير. طيب السكند مين انديكيشن او بلاش سكند السكند فيرست مين انديكيشن اللي هو الاثنين الكبار بتوع المين انديكيشن اللي هو الانتروفيرال هيوري الثاني اللي هو الهايبوكسيك اسكيميك انجري او انسلت او انفلوبسي. طيب ايه البلاستيشن اللي بتحصل زي اي برين بيحصل فيها هايبوكسيا بيحصل فيه برين سويلنج يبقى سليت لايف البرين ليمبس بيضغط على الفنتكلز يبقى تبقى سليت لايف كولابسي والسركايما ما نبقاش شايفينها اذا كانت موجوده اساسا والبرين ايكوجينيستي بتزيد البرين ايكوجينيستي بتزيد حد ما فرق لا بصي احنا بنزيد وتقل على حسب النورمال يعني انا ببقى عارف سوره النورمال وانا اقول دي بس انا يعني انا بفكر حد ممكن يعترض الميه هايبو لما انا احط ميه جوه البرين يبقى الجينيس بتاع البرين هتزيد ولا تقل؟ تقل لا هتزيد ليه؟ مش عارف حد شرحها له لا الالترا ساوند ريفليكشن والجينيس بتاع بيطلع من الالترا ساوند هل معتمده على النيتشر بتاعه التيشو اللي موجود ده ولا كام انترفيس موجود؟ الانترفيس ايه الانترفيس؟ انا لما بيحصل اديما في البرين يعني حوالين السيلز بقى فيه اديما بقى فيه مور انترفيسز بقى فيه انترفيس ما بين السيل ميمبرين ده والميه اللي حواليه وانترفيس ما بين الميه اللي حواليه والسيل الثانيه والميه ديفرنت انترفيسز مور انترفيس كل انترفيس من دول بيحصل عندها ريفليكشن للالتر ساوند الالتر ساوند بيم ما بيحصلهاش عاده الموست كومن او الموست فوليومينس ريفليكشن في الالتر ساوند ما بيحصلش جوه التيشو نفسه لا في الانترفيس ما بين تيشو وتيشو ديفرنت اكوستيك امبيدنس زي ما احنا مثلا نقول لك ايه انت حطيت بون جنب الليفر مثلا او بون بيحصل ريفليكشن الريفليكشن ده مش نتيجه لان البون نتيجه لان في ديفرنس ما بين الاكوستيك امبيدنس بتاع البون والتيشو عشان كده انا بحط جل بحط جل في الصغار ليه؟ الديفرنس في الاكوستيك امبيدنس بين الاير والسكين عالي جدا فكل الالترا ساوند ويف هتبقى ريفليكتد انا بحط جل الجل ده الاكوستيك امبيدنس بتاعه شبه التيشوز هيترانسميت الويف في الانترفيس ده مش هيحصل ريفليكشن فانا لو بيحصل برين ايديما بيزيد الكوجينيستي ليه؟ عشان في انترفيس لكن ليه السيست انا كويت السيست مش ما فيش جواها انترفيس السيست كلها فلويد مفيش انترفيس الوول بتاعها بيبقى ريلاتيفلي هايبر ايكويد عن ال بقيه السيست فهتلاقي الوول بتاع السيست اي سيست الدنيا هايبر ايكويد والكونتنت بتاعها ان ايكويد كونتنت ما فيهوش انترفيس. طيب زي ما اي حاجه في الدنيا بيعملوا لها جريدنج برضو هي الكلمه دي بي بي ال اللي هي بريمدينال ريكوماليشيا هي مساويه لهايبوكسيك سيستميك انفلوس هما الاثنين سواء ستريس دي او ستريس دي هما الاثنين واحد
ده جريدنج سيستم بتاع. قلنا جريدنج 1 ان يكون فيه ترانزيان بيري بيتيكولار ايكو دنسيتي او بيري هايبر دنسيتي بيرزيستنت اكتر من اسبوع. يعني انت لو انت شفتها ماشي شفت مجرد ان البيري بيتيكولار برين بارينكيما بقت هايبر ايكو كلهم فولو اب اكتر من ويك. لو لسه موجوده تبقى دي جريد 1 هايبوكس سيمك انفلوبسي. طيب لو بدا يحصل فيها جواها سيستات خلاص بدا يحصل انفلاميشن للبرين بارينكيما ده سيستات سمول لوكالايز في الجزء بتاع الفرانتو بارايتال بس يبقى ده جريد 2. لو بقى السيستات دي كبرت وبقت حوالين البنتر كله تبقى ديت جريد 3. لو السيستات ديت ثابت البنتر ووصلت لحد الكورتيكال ريجن او الجريد مثلا بتاع الكورتكس يبقى دي جريد 4. طيب ده ايه؟ جريد 1 في البرين بريتما هايبر ايكويك. لكن جريد 1 بشرط ان انا اكون عدت الفحص ده بعد اسبوع لقيته هو لقيتهم نفس القصه. برضه ده جريد 1 شايف هنا حوالين الفنتركل في جزء هايبر ايكويك او هنا في الكرونال بايلاترال الاثنين بقى هايبر ايكويك. ده كلود بريكسس ده رول فنتركل. احنا بنتكلم على حاجه حوالين الفنتركل براه مش ده. هل في هيمورج بايلاترال سيمتريكال؟ لا الهايبوكس بتاعها بايلاترال سيمتريكال. الهيمورج حتى الاكزامبل اللي احنا شفناه الهيمورج ما بتبقاش سيمتريكال. كويس انت بتتكلم في حاجه. احنا فاكر لما قلنا كروس بريكسس والهيمورج احنا هنتكلم نسيت ولا لا؟ ساعات قاعد اشك بقى ده انت بتتكلم عن هيمورج ولا ده كروس بريكسس. كروس بريكسس حاجه بايلاترال سيمتريكال اناتومي هيموجينس هايبر كلها هايبر كور. الهيمورج نيفر ان هو يبقى سيمتريكال. يعني ما شفتش حاله او صعب قوي يبقى كمان تنحس. يعني لما تشوف ان هو بايلاترال انت بتتكلم هيمورج بايلاترال سيمتريكال. ثانيا انت مع الوقت شكيت قول له اعمل فولو اب بس بعد يوم. الهيمورج هيبدا يحصل له ليكوفاكشن هيبدا في حاله هايبر وحاله هايبر لكن الكروس بريكسس مش هيحصل له ليكوفاكشن. ثالث حاجه لو معاك الجهاز في دوبلر افتح كالر دوبلر. الكروس بريكسس هايلي واصله افتح كالر دوبلر على الكروس بريكسس هتلاقي فيسلز لكن مفيش هيمورج في فيسل. دي جريد 2. يعني انا نفسي انا عارف انها يعني الحالات اللي بص الحته دي اهي ده ماينيوت سيست مش عارف البتاع بترعش ليه. المهم ماينيوت سيست يعني دي بدا يحصل فيها سيستات مع الهايبر اكتنسي يبقى ده دخلنا في جريد 2. السيستات ماينيوت في الفرانتو بارايتال ريجون بس السيستات كبرت وبقت حوالين الفنتريل في كل المنطقه مش فرانتو برايتال بس يبقى ده جريد. لكن لسه ما وصلتش للكورتكس. الكورتكس اهي ما فيهاش اي حاجه. دي جريد 4 يمكن مش باينه. بدا هنا لو بصيت هنا في هنا حاجه السيستات بدات توصل للكورتكس يبقى ده جريد 4. دي برده جريد 4 خلاص اهو ما فيش يعني السيستات والسيستم تشينجز وصلت لحد الكورتكس خلاص جريد 4. طيب نرجع بقى لايه؟ للدوبلر. هل الدوبلر رول ان انا اشخص الهايبوكس اكتمك الفرابي؟ ايوه. ايه اللي بيحصل بقى في الدوبلر؟ ان الدايستوليك فلو بيزيد في الهايبوكسيا فالريزستنس اندكس بتقل. يعني انا لو لقيت الريزستنس اندكس اقل من 0.7 دي حاجه اب نورمال حاجه انديكيشن لان في هايبوكس اكتمك انسلت. نورمال اكتر من 0.7 لو قلت عن 0.7 يبقى انا في اب نورماليتي في هايبوكس اكتمك انسلت. هنا 0.56 او 58 طيب بعد كده congenital malformations اهمهم او نص كون فيهم اللي هو الventricular enlargement. الهاند فيبرس يعني؟ لا في فرق بين كلمه الventricular enlargement في فرق بين كلمه هاند فيبرس. هاند فيبرس معناها ان البريشر جوه الventricle زاد فالventricle وسع. الventricular enlargement تشمل الهايبرفيبرس الى جانب حاجات ثانيه. افرض انت عندك حته كان حصل فيها هيمورج او هيبوكس انسلت جنب الفنتركل والعيان عدى وعاد حصل فيها انفيرماليشيا الفنتركل جنبها هيحصل له ايه؟ هيوسع لان لوس اوف برين مارينج اللي حواليها
الشباك ده. يبقى في حاجتين، في هايبوكيبلس وفي فيبلس لارج، او فيبلس لارج يعني مور برود تيرم يعني. نورمال مور ذان 0.7 الانتيريور انتيريور او ديسبل نورمال مور ذان 0.7 ايه بص اقول لك حاجه لا ايه عكس الامبلايك هي طب انت انا عارف انها عايز تعرف ايه الكونسبت الموجود ده البرين بتاع البيبي سواء انتراتراين او النيونيتال اللي عندنا ده ما هوش اكتف ما هوش اورجان اكتف ما هوش محتاج بلاد فلو عالي فعشان كده بيبقى قريب من انه يكون هاي هيستوريك هاي ريزيستنت اندكس او سوري هاي ريزيستنت فلو ويف باتر اللي رايح لكن بيزيد امتى هتكلم في البريجنسي مثلا لما يحصل بلاسنتال انسفشنسي اسمها حاجه اسمها هيد سبيرنج انتراترين ريزيرفيشن خلاص الدم اللي واصل للبيبي ككل قل اهم حاجه عند البيبي انه يحافظ عليها ايه البرين هيقلل الريزيرف اندكس هيقلل الريزيرف اندكس بتاع البرين عشان يزود الفلو اللي رايح نفس الحكايه في هيبوكس سيستميك انفلوباسي الطفل مثلا ديفكت ليبر وده ايه مفيش اكسجين واصل كويس هو عايز يحافظ على البرين بتاعه يبقى لازم يزود البلاد فلو اللي رايح للبرين يقلل الريزستيف اندكس عشان يزود الفلو للبرين يبقى النورمال ان هو عالي نورمال الريزستيف اندكس عالي لكن في لما يحصل باثولوجي الجسم عشان يحافظ على البرين ده ويدخله دم اكتر يقلل الريزستيف اندكس اعتقد هو لحد الاول سنتين ممكن بس اي نوت دوكيومنتد اي ثينك سو يعني ممكن ادور عليها طيب هنقول الفنتريكولار انلارجمنت طب ايه الميجرز النورمال او ايه الطريقه اللي انا اقيس بيها الفنتريكولار عشان اقول الفنتري ده وسع ولا ضيق ولا راح فين في حاجتين في طريقتين انا اقيس بيهم الفنتري البيبي ده اكتر من 40 اسبوع يعني فول تيرم ولا اقل من 40 اسبوع لو لحد 40 اسبوع حاجه اسمها ليفين اندكس ليفين اندكس ده بيعمل ايه؟ بقيس المسافه ما بين الفالس سيربراي لللاترال وول بتاع الفرنتال هورن بتاع اللاترال فينتريكل في الليفل اللي انا شايف فيه سيرف فينتريكل يعني ايه بجيب كورونال فيو شايف سيرف فينتريكل وشايف الفرنتال هورن بتاع اللاترال فينتريكل ارسم خط على الانتر انفيرت فيجن او الفالس سيربراي واقيس لحد اللاترال وول بتاع الفرنتال هورن بتاع اللاترال فينتريكل واقيس كام ما اعرفش في جداول لازم معروفه عشان تعرف القياس ده نورمال ولا نورمال اكورد ان البيبي ده قد ايه ده لحد 40 اسبوع بعد 40 اسبوع حاجه اسمها فنتريكولار اندكس بنقيس زي البايبرايتال دايمتر ونقيس المسافه ما بين التو لاترال وولز بتوع اللاترال فنتريكل وبنعمل اندكس ما بينهم يعني اللي فات ده اللي فيه الاندكس ده بيطلع رقم مليمتر لكن ده بيطلع ريشيو بيطلع رقم من غير تعريف مش لان بقى سنتين على بعض دي الطريقه اللي بقيس بيها الفنتريكل طيب ليه احنا محتاجين نقيسه غير ان احنا الاول انيشال دايجنوزس ان انا اقول ان الفنتريكل ده دايليتد اصلا ولا لا تاني حاجه ان انا بعمل فولو اب لما زي ما اتفقنا انا عملت اول مره للبيبي ومشيت ست المستشفى ومشيت دي واحد تاني بيقيس ورايا بيعمل فولو اب للبيبي هل الهيدا فيبرز او الفيبرز النورمال ده زاد ولا قل لازم نقيس لازم تبقى الحاجه طريقه تقيس بيها عشان يبقى القياسات ماشيه مع بعضين يعني دي حاله مثلا بوست هيموراجيك هيدا فيبرز الفولو اب بتاعها بيزيد ده اول يعني دي 0 دي 1 دي 2 طيب هل في طريقه ان انا افرق ما بين ان الفنتريكولار انلارجمنت ده نتيجه للانكريز البريشر اللي هو الهايدروكيبلس او نتيجه لللوست برين برينتما ايوه بس هي مش اكيد قوي بس هي بتمشي في معظم الحالات الشيب بتاع الفنتريكل الاساسي ليه شيب
الفرنت الهول بتاعه دي شيب. لو انا اللارج ده نتيجه اللوس اوف برين برينكيما اللي حواليا هيحافظ على نفس الشيب. يعني هو الفرنت الهول ده دايليتد لكن بنفس الشيب، لكن لو انكريز بريشر بيبقى بلجين، اللاترال هول بتاعه بلجين. ودي حاله بتريبلوميجالي وفيها شنط ممكن من ضمن الفيجن ترانس فين انت شنط، بيقول لك انت عايز شوف التيب بتاع الشنط دي موجوده جوه البنتري ولا فين. ممكن يكون واحد ظريف حاططها لا حاططها في البرين برين فهو مستني انها تبرين. برضه بيحصل عندي كفرد او بنتري الارض في بروجيكت انا زي الكيالي. بروجيكت الكيالي بيبقى ليها بيكتشر معينه اللي هي البصيله الفرصه تبقى سمول واللاتر بيت تبقى سكوير شيب. طيب هل الدوبلر رول في هايبر كيفرس مش في اي بدل اللارج في هايبر كيفرس انكريز بريشر؟ هل الدوبلر رول في الدياجنوز؟ ايوه. ايه بقى المشكله هنا؟ ايه الويف دي؟ ايه الفرق بينها وبين النورمال ويف بتاعت اكسنت ذا سيرج فلو؟ اكسنت ذا سيرج فلو، عشان كده انا قلت لك ان النورمال ان ذا سيرج فلو لو بات بريزنت. لما يبقى اكسنت يبقى ده اب نورمال. الريسك اندكس هنا تبقى كام؟ الريسك اندكس هنا تبقى كام؟ واحد. بس مش مهم الرقم، المهم فين ذا سيرج فلو. دي حاله كورنال سكلوزن اجينيسيس. فاكر يمكن الصوره مش حلوه قوي، انا اسف. يعني هنا فاكر الكورونا لما قلت لك الانتر هيستيريك فيشر ما بيوصلش عشان في كورنال سكلوزن موجود؟ هنا مش باين قوي، بس هنا لو ركزت الانتر هيستيريك فيشر واصل لحد ده السيرد فيدر اللي هو طالع لفوق عشان ما فيش كورنال سكلوزن. يعني انا ما قلت لك الصوره مش حلوه، سيبك منها. طيب رجاءً اول ما تشوف حاجه انت شايف انها سيست جوه برين حط افتح كده دبر، يعني ربنا يكرمك. ليه؟ لانها ممكن تطلع بصله حاجه. وده ودي نصيحه في كل السونار بتعمل لعيان مثلا فينس دوبلر وبعدين جيت في البوبيك الفرصه حطيت البروب لقيت سيست. انت قلت يا دي بيتر سيست 100 100. رحت قلت لهم دي بيكر سيس، راح الدكتور قال لي خلاص دي تعبان خلاص خلينا نقص بقى ريت دخل فيها سلندر دي انوريزم وبوبيك الارض. انت بتعمل تحل الموضوع ده، انت فتحت كار وشفت ان فيها فلو خلاص دي بصلر مش سيس خلاص. انت شايف دي ايه بالدي مود لوحدها؟ معلش الصوره برضه مش حلوه. دي شكلها سيس، فتحت لقيتها كار لقيتها فيها بصلر سيجنال او كده. دي انا ريزم الجاردين اوف فيلم كان واحد من البصل مال فورميشن اللي بتحصل في البرين. طيب انترا كرينيال انفكشن هنا بس الانفكشن والتيومر نبقى خلصنا. انا شايف ان انتوا معظمكم ضيعتوا. طيب الصوره دي متاخده بأني بروب؟ لينير بروب. شايف الفيت اللي انت شايفه؟ ما ينفعش ان انا اعمل بيه اكزامين البرين كله. ايه اللي انا شايفه بقى؟ دي البرين سالكاي. ايه اللي بره السالكاي المفروض اشوفه؟ سي اس اف. سي اس اف ايه ليه السي اس اف عامل كده؟ تربل. يبقى ايه؟ حاجه من اثنين، يا مننجايتس يا هيمريج. ايه السيكل المنجايتس؟ طفل جاله منجايتس وبعدين انت بتعمله فول اب، ايه اللي بيحصل؟ ممكن تلاقي فيه حاجات انكريز دنستي نتيجه اللي بيحصل انفاركشن، او ان ديكريز دنستي بيحصل ليكويفاكشن ليتر اون، او ان الكورتكس نفسها بتبقى سيكند دي نتيجه بيحصل كورتيكال نكروزس. يبقى ايه اللي بيحصل بعد المنجايتس؟ المنجايتس ليه المنجايتس يعمل انفاركشن؟ حد سال؟ ليه المنجايتس بيعمل انفاركشن؟
سايلنس رومبوز بيعمل انفاركشن، الانفاركشن ده ليتر اون بيعمل ليكوفاكشن وممكن يحصل كورتيكال نيكروزس. ده عباره عن حاجه سيست لايك ستراكشر لكن جواها تربت فلويد. ده عباره عن ايه؟ برين ابس. ده دايليتد فينتريكلز جواهم تربت فلويد. ده فينتريكلز. طيب دول ايه بقى؟ الدوتس اللي موجوده دول ايه؟ كالسيفيكيشنز بيحصلوا مع الايه؟ كونجنتال ديستورشن. اخر حاجه التيومر، التيومر لايك ستراكشر. حاجه مهمه سيستات، ايه السيستات اللي ممكن نلاقيها في البرين بتاع النيونيت؟ ماشي دي اول واحده، بس الاول نقول عليها دي حاجه اسمها كوابتيشن سيست اوف ذا فرنتال هورن اوف ذا لاترال فنتري. دي حاجه نورمال، دي حاجه مش نورمال، نورمال باريا دي مش باثولوجي، وعاده بتبقى باي لاترال بس مش سيميتريكال، فما تتضايقش منها قوي. يعني هي ده الفرنتال هورن وطالع منها حاجه جنبها سيست والناحيه الثانيه في سيست، دي اسمها كوابتيشن سيست. طيب عندنا حاجه ثانيه اسمها برضو فاريانت ملهاش اهميه اسمها جيرمينوليتيك سيست، بتبقى تحت الفرنتال هورن بتاع اللاتر فنتري. يبقى احنا عندنا واحده هنا تحت وواحده عند التيب بتاعته اللي هي الكوارتيشن سيست، والثلاثه ديت فوق. الفوق دي ايه؟ السيستات بتاعت البريفنتريكولار ريكومبريشن بتحصل هنا. يبقى احنا عندنا واحده تحت جيرمينوليتيك، وبعدين واحده عند التيب الكوارتيشن، واللي فوق دول بتوع البريفنتريكولار ريكومبريشن. طب ايه دي بقى؟ بتاعت الهيموريج. الهيموريج داز نوت ريسبكت اي حاجه، هتلاقي في اي حته لما تلاقي حته بوتشه كبيره سيست اللي هي بورنت بريكسس يعني اولد هيموريد وهذا بورنت بريكسس، مش هينسبكت اللي انا حطيت له عليه ده، هتلاقي في حته فوق وتحت كل حته. بس ده لو لقيته اساسا البوست الهيموريد ده ما بتلاقيش العيان عاده تانية. طيب دي صوره يعني صعبه شويه، ده كورونال فيو. دول البوست لاتر فينتري دايليتد، يبقى في حاجه اوبستراكتد، في حاجه هنا في بس مش تعليم. بس العين ده ما بصرفش كتير. في ماس هنا، ولو فتحت معلش هي صوره ما فيهاش دوبلر، لو فتحت دوبلر هتلاقي في فاسكولار سيجنال جواه، دي سوبرا سيلر استروسايتوما، دي ممكن تحصل في النيونيت. التاني حاجه ممكن تحصل في النيونيت اللي هي الكرويد بريكسس بابيلوما. طيب ده كرونال فيو، ده كرويد بريكسس بتاع الفنتري. هنا معلش هي صوره وحشه قوي، بس هنا برضو في دايلاتيشن في الفنتري. ليه في الكرويد بريكسس بابيلوما بيحصل دايلاتيشن؟ اوفر بريشر. طيب احنا قبل كده قلنا ان في حاجتين ايكوجينيك بيبقوا موجودين جوه الهيمورج، جوه الفنتري، يا اما هيمورج يا اما كرويد بريكسس. طب ما احنا هنضيف عليهم حاجه ثالثه، كرويد بريكسس بابيلوما. طب نفرق الكلام ازاي؟ احنا قلنا كرويد بريكسس النورمال، النورمال اناتومي بايلاترال سيميتريكال هيموجينس هايبريكويد. لو فتحت كلام دوبلر الاقي في فاسكولاريتي. الهيمورج اسيميتريكال، ولو فتحت الدبر مش هلاقي الكرويد بريكسس بابيلوما واخده من الاثنين اسيميتريكال، لكن لو فتحت كلا الدبر لا هي بس حتى ممكن. طيب ايدنتيفاي ذا ويندو اند بلين اوف ذيس ايمج. تنفوترين ويندو ميت سايتال بلين. Identify the arrowed anatomical structures A, B, C, D. The A. Will B. Will C. Tentorium. Temporal loop. Cerebellar vermis. Tentorium. Our cerebellar vermis. Accepted. Cross braces in occipital wall. Which represents the normal cerebral arteries flow wave pattern in neonates. فكروا شوية. سي. سي. ايه ديت اللي بتقول انها هتطلع اقل من اوبن سيلز؟ فول دايجنوزيس. بايلاترال انترا بتريكولار هيمورج جريد كام بقى؟
لا وان ايه يا راجل؟ وان ده بتاع جنب الماتريكس 2 3 3 اكتر من 50%. فيها السيستات بسيطة قوي يعني. All of the following are simply meningitis except الفارشن ليتر اون تعمل انفكشن وكورتال نيكروز. ايه اللي ما يحصلش في الهيموريدز؟